عايز اقول لك انت اللوك الجديد ده حلو قوي قوي، وانت بقالك فتره واخده بالك من يعني في رشاقه واخدين بالنا جامد جدا. عاملين دايت لسه يا مينا؟ انا فاكره اخر مره قلت لي بصي انا ماشيه طول العمر عامله دايت بالفاكهه وما بطلش فاكهه و... انا يمكن اليومين اللي فاتوا دول بس عشان خاطر المضاد الحيوي، يعني عشان شغل كويس فباكل شويه. انا تعبت فين اللي بتاكلي يعني على فكره؟ يعني ما تدوهيش ما تدوهيش على الحياه والله يا شيرين. الفتره اللي فاتت دي كنت بقوم اكل بس وانام، كنت تعبانه جدا. الف سلامه عليك يا حبيبتي، الحمد لله معاكي. بس الحمد لله عندنا خبر حلو بقى. ان شاء الله يا رب كده اشوفك على المسرح، يعني مكسره الدنيا. اتمنى والله اتمنى. التمثيل اخباره ايه؟ بتعرض عليا حاجات كتير وسيناريوهات كتير. انا بس مشكلتي حاجه، ان انا ما بثقش في الشركات الانتاج اللي بسرعه، اللي هي فجاه انا بنتج فجاه احنا هننتج فجاه بيجيبوا ممثلين انا ما اعرفهمش. انا عارفه قصدها على اي تجربه بس مش هقول. لا مش كل مش دور والله والله. لا في دور انا وانت عارفين انا ممكن يبقى عني. مش هنقول بقى والله العظيم. ما عايزه انت تقولي قولي. انا دور قولي في حاجه كده كانت انا عارفه ده كان فيها مشكله. في دور كان فيه مشكله انتاجيه، فانت كده قلت لي انا ما بثقش في اي شركه انتاج. لا ده اللي هي وقفت، اللي هي اللي يعني كان فاضل ثلاث مشاهد تقريبا ليا. وده حتى يا حول الله يا رضا بابايا توفى في الحقيقه، لا حول الله ولا قوه الا بالله. استاذ احمد راتب الله يرحمه حبيبي كان طالع بابايا، فهو توفى اصلا كمان. يعني حتى لو في اي مشروع للاعاد او للكلام ده، ف ناهيك عن كل دوت. انا كل الحكايه ان انا شركات انتاج بالهبل كتير كتير كتير، بس انا ما اسلمش نفسي لاي حد بسهوله. مش هينفع مش هينفع. هل مثلا وبعدين انا مش مطالبه، خلي بالك، ان انا ابقى ممثله. طب انا مش مطلوب مني ان انا ابقى ممثله، بس ناس حبيتك كممثله فعشان كده لو في متاح وهيطلعني بالشكل اللي انا ارضى عنه انا موافقه جدا. غير كده انا مطلوب مني ان انا بعمل سنجلات، بعمل البوم، بعمل كذا بعمل كذا. انت معايا؟ بس انا بس في النهايه انا مش مطلوب مني ان انا ابقى ممثله.